كويس وبلادي كويس غديتي كويس تقدر ترد. ما فيش ميه بكره، ما فيش ميه. مزايا الرضاعة الطبيعية التنزيل تحت الولادة مباشرة، هذه المزايا للرضاعة الطبيعية انها تكون في التنزيل مباشرة، تقلل من مخاطر حدوث سرطان الثدي والمبيض، توفر للأم الراحة والوقت لرعاية طفلها. يعمل الإنتاج الرضيع حليب الأم سهل الهضم، يحمل حليب نظيف وخالي من البكتيريا، ولهذا فهو لا يسبب أمراض. حليبي كيف نعرف حليبي كافي ولا مش كافي؟ امهات عزايز الله يسامحهم يقول هذا يعيط قلبه ما مش كافي، مش كافي. ليش مش هي الفكره في شنو كيتي الفتره اللي تعطي الام كيف تعطيه وقت كيف كافي وتعطي بس متعلقه برضاعه الام، الحاله النفسيه، الخوف من التشوهات وتناسق الجسم. دكتورة منى زين، موظفة في الصحة البدنية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. طبعا احنا اليوم في اليوم الختامي للدورة، دورة خاصة بالقابلات والواردات في المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية تحت عنوان دور القابلات في تقديم الرعاية الصحية أثناء فترة الطوارئ. طبعا الدورة هذه نفذها احنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع ديوان وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية ومركز تنمية القوى العاملة البشرية في العصبة الطبية في العصبة. والدورة هذه طبعا مستهدفين فيها 20 قابلة وممرضة من مختلف المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية. طبعا الدورة هذه تم فيها مناقشة عدة محاور مع المدربات من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تناولت دور القابلة في أثناء فترة الطوارئ، كيف القابلة تعرف تميز الحالة الطارئة، شنو نوع المساعدة والنصح اللي تقدم القابلة للمرأة في حالة قبل الولادة وأثناء فترة الحمل وبعد الولادة، كيف تتعامل مع الحالة لما تجي الحالة الطارئة، كيف تتمتع بالحالة، شنو المعلومات اللي تاخذها من الحالة لما تستقبلها في المركز عندها في المركز الصحي. طبعا هذا جزء الدورة هذه هي جزء من أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنطقة الجنوبية اللي تتمثل في دعم بعض المراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية، التركيز على دعم رفع الكفاءة العاملين في قطاع الصحة خاصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية.